منرحب من جديد بكل المشاهدين يلي انضموا لنا من موضوع طبي لموضوع اجتماعي أو بالأحرى طريف بعد الشيء مع الكاتبة والمدونة المصرية غادة يلي اشتهرت بتناول قضايا اجتماعية بطريقة ساخرة حائزة على العديد من الجوائز الأدبية المرموقة بالإضافة إلى مسيرتها الأدبية والفكرية فهي أيضا صيدلانية. تم نشر كتاب الأول عايزة تجوز بفبراير 2009 وصدر عن دار الشروق، كما عرض إلى خلال شهر رمضان المبارك عام 2010 مسلسل عايزة تجوز من إخراج رامي إمام، وتشارك أيضا بمدونة صوتية على موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية. ويوم بعد يوم الفرص بتقل، ما تحرجنيش أكتر من كده بقى لو سمحت. كل واحد أو واحدة بيتقمصوا وبيقطعونا. اهلا وسهلا يا فندم، عطفين يا ابني اهو. في الاخر برضه لما اتجوزتش هيقولوا خايبه بايره فاشله وفاتها القطر. عدلك يا عماد يا حلوه، مركزه معاك يا عماد يا حلوه، اما نشوف اخرتها معاك انت وامي. يلا الراجل ايه غير كتفه وسمانه وشويه حاجات فوق بعض كده؟ ها ايه حسين؟ أجمل حاجة شدتني ليكي هو ده. باطل كده يا جماعة، واضح إن في مشكلة في اللاشعور الكامل عند بعض الشخصيات هنا. منرحب بالكاتبة والمدونة غادة عبد العال. صباح الخير. صباح النور. بداية إذا بدك أنت تعرفي عن حالك، أنت كاتبة طبعاً، تم عندك منشورات، أنت مدونة صوتية، وبنفس الوقت بأسلوبك الخاص الساخر ممكن تقارب مواضيع اجتماعية. أي شخصية من الثلاثة الأقرب إلى غادة عبد العال؟ في شخصية رابعة. ليش؟ تفضلي. شخصية السيناريست. نعم. كاتبة السيناريو، يعني هي دي الحاجة اللي أنا لقيت نفسي فيها أكتر. أنا بعبر أكتر بالصور والمشاهد أكتر يمكن من اللغة والجماليات بتاعها، فعشان كده أنا دايماً بعتبر نفسي سيناريست. جميل، سو صار عندنا أربع صفات. طيب رح أبدأ معك باللي ذكرتيه مؤخراً بمدونتك تحت عنوان جروب الماميز. قلتي بدي أكتبس، ما شفتش أبداً بين أصحابي اللي بشوفه دلوقتي في المجتمع، من رمي الحمل كله على الست، تربية وتعليم ودروس وجلسات، وما شفتش كمان المقاومة اللي بتقومها بعض الستات لدخول الرجالة لعالم الستات المقدس اللي هو الشامل لكل حاجة ليها علاقة بالأولاد، وبعدين نرجع نشتكي ونقول مظلومين. مظبوط. على أمل أنه تكون لك أنت المصرية جيدة. طبعا بهيدي العبارات في رسائل كتير أنت حبيت توصليها بشكل مباشر للمجتمع العربي، خاصة بمعالجة العلاقة بين الرجل والمرأة، ومنعترف أنه لكل منهما أهميته بهالعلاقة. الهدف الهدف ان هو دايما كنا على مدار سنين طويله او على مدار عقود طويله بنسمع دايما من الطرف الثاني بس، بنبقى معظم الناس اللي بتكتب عن العلاقات بين الرجل والمراه هم رجال، فمحدش قوي بيقول وجهه نظرنا احنا. فحبيت ان انا اخد الاتجاه ده بحيث ان هو يبقى الرساله بتاعتي بقى لو اقدر اقول، يعني ان بس الناس تسمع احنا بنقول ايه، وتسمع عن مشاكلنا، وتسمع عن التحديات اللي احنا بنقابلها في الحياه، سواء بنت سواء ام سواء مطلقه سواء ايا كان التايتل اللي احنا اللي المجتمع بيحطه لنا يعني. نعم. حسيت انه لما وجهه النظر اتت من سيده كان لها وقع مغاير؟ بالظبط، من اوائل ما ابتديت تدوين في مدونتي عايزه اتجوز كان في ستات كتير قالوا يا اخيرا حد اتكلم باسمنا، وفي حتى رجال كتير قالوا احنا ما كانش عندنا فكره ان ده كله بيحصل، احنا سعدا ان في حد من جوه العالم نفسه بيدينا فكره عن اللي بيحصل جوه، لان احنا ما كانش عندنا تخيل ابدا ان الموضوع بهذا التعقيد. نعم، ملفت جدا العنوان يلي اخترتيه لمقالاتك وبعدين كتابك والمسلسل يلي عرض خلال شهر رمضان المبارك، عايزه اتجوز. ليه العنوان طبعا مستفز ولكن الوقت نفسه ملفت، ليه اخترتيه؟ والله هو انا ادركت بعدين انه مستفز. انا بالنسبه لي انا بحب ان انا اوصل للحاجه من اقصر الطرق،
انا عايزه اتكلم عن الجواز، عن المواضيع بتاعه جواز الصالونات وازاي الناس بتلاقي شريك حياتها في المجتمع بتاعنا. فده كان اقصر طريق واوضح عباره ممكنه من غير ما حد بقى يقدر ان هو يحملها اي 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 معاني تانية، يعني اي تبعات. بالظبط، الحقيقه مثل ما هي. بالظبط. كيف كان التجاوب ما عايزة تجوز المقالات؟ لأنه المسلسل طبعا نال شهرة وجماهيرية كتير كبيرة، المقالات قبل ما يتم تصوير المسلسل؟ هو الأول أنا كنت بنشره على الإنترنت على موقع بلوكسفير، والاستقبال الحقيقة يعني فعلا فاجئني، لأن قبليها كان كل الناس بتستخدم الموقع ده للتدوين السياسي. نعم. يتكلموا عن السياسة، لكن دي كانت يمكن من أوائل المرات اللي الناس بتتكلم فيها على الاجتماع وعن قضية تعتبر حساسة وبأسلوب ساخر. فالحقيقة المدونة انتشرت بسرعة جدا، ولهذا السبب تم يعني دار الشروق حبت ان هي تطبعها في كتاب، وده ما كانش متعارف عليه وقتها خالص، ان يبقى في كتاب جاي من على الانترنت، وان يبقى في كتاب باللغه العاميه، وان في كتاب دار الشروق تنشره لكاتب لسه ناشئ ما نشرش حاجه قبلها يعني. نعم. ودي كلها كانت من اشارات النجاح يعني. طبعا عوامل اجتمعت وادت لنجاح البحث عن علا ما بقل ابدا اهميه، وكمان حصل على جماهيريه كتير كبيره. شخصيه علا بالبحث عن علا الى اي مدى تشبه غاده عبد العال؟ هو انا ما اتجوزتش فما اتطلقتش فاحنا مختلفين في الحته دي ولكن كانك تقمصت التجارب واطلقتي لها. بالظبط. بالظبط، لان يعني انا عندي نوع من الامباثي، انا بسمع ستات كتير وفي ستات كتير تشكيلك. بالظبط. يعني انا الانبوكس بتاعي على الفيسبوك والايميل بتاعي مليان تجارب كتير، ناس كتير بتحكي لي وناس كتير بتحاول ان هي تاخد رايي او تشركني في التجارب الحياتيه بتاعهم. فبناء عليه بدات احس ان لا، الجزء ده من التجربه، تجربه الستات محتاج ان حد يتكلم عليه. الست اللي بتفضل تفني عمرها كله كزوجه وكأم، وفجاه بعد الطلاق بتلاقي نفسها هي مش عارفه هي اصلا مين. نعم. لازم تعيد اكتشاف نفسها، تعيد اكتشاف قدراتها، ترسم لنفسها طريق جديد. فأنا حسيت أن ده موضوع فعلا يستحق أن هو يتعرض على الشاشة، وستات كتير بيبقوا حاسين أن أخيرا في برضو حد عبر عننا وبيشوف نفسهم على الشاشة، وده كان شيء الحقيقة مؤثر وملهم جدا بالنسبة لي. ستات كتير كتير، يعني أنت بتقولي أنك بتمثلي ما يقارب 15 مليون صبية بين سن 25 وال35، طبعا شريحة كبيرة ممكن تختلف بتجاربها بتوجهاتها بأفكارها، ولكن بالصميم اهتماماتهم وحدة ومخاوفهم وحدة. قد ايه هالأمر مسؤولية ملقاة على عاتقك انه انت تقومي بتمثيلهم خير تمثيل؟ يعني هو طبعا يعني مسؤولية كبيرة جدا، وشيء انا بقدره جدا، يعني لما بقابلهم في بوك سايننجز، في حفلات توقيع او حفلات مناقشة، بحس ان قد ايه هم مقدرين لده، وقد ايه هم بيشكروني، وان اخيرا بقى لهم صوت. نعم. لان ده مش موجود كتير، ما فيش ناس كتير يعني بتاخد مسؤولية ان هم يوصلوا صوت الشريحة. تتجرأ. بالظبط، لانه تاخذي هيك مسؤوليه بدها جرأة. صح. بالظبط. طبعا احنا ذكرنا انك بتمثلي 15 مليون صبيه، والعديد منهم اكيد عم بحمسك وعم بشجعك ويشد على ايدك ويعتبر انه اوصلتي لهم اصواتهم، ولكن بالمقابل ما فينا ننكر انه في شريحه ممكن تكون عم تتلقى في الموضوع بسلبيه. صح. اكيد. كيف تتعاملي مع السلبيين؟ والله هو يعني غالبا بتبقى السلبيه قائمه من جايه من الجنس الاخر. نعم. لان مش كل الناس مرحبه ان هو يبقى لك صوت، لان دي من اخطر الحاجات في الدنيا، ان يبقى لك صوت فيبقى قادره ان انت تعبري عن نفسك فيبقى ليكي اعتبار. في ناس مش حابين خالص ان ستات كتير يبقى لها اعتبار. نعم. وانا الحقيقه بقابل السلبيه احيانا بالسخريه برضو. ناس كتير يقولوا لي انت ليه مش بتتكلمي طيب على وجهه نظر الرجل المقهور الغلبان؟ بقول له حضرتك رجل مقهور غلبان، حضرتك ممكن تتكلم عن نفسك. نعم. انا هتكلم عننا احنا وحضرتك تتكلم عن نفسك. بس ذكرتي لي انه الانبوكس او علبه البريد مليئه عندك بالسيدات يلي عم يشكو لك همهم، نحن طبعا بنتمنى لك كل التوفيق، خاصه انك قررت تكوني صوت من لا صوت لهم، او على الاقل صوت واصل يوصل لمسامع الاشخاص يلي لازم يوصل لهم. كل التوفيق لك، على امل طبعا نشوف جديدك قريبا. الكاتبه والمدونه الصوتيه غاده عبد العال، بدي اتمنى لك كل التوفيق. شكرا. سيارة.